and will send signals to the spinal cord, and they lead to muscle relaxation. They lead to muscle relaxation, not to muscle contraction. As you see in this figure shows both afferents from the muscle and its tendon. Please take care in noticing what is going on. Here is the muscle. الفايبرز اللي بره دي الخارجيه دي ال 1 بي فايبر فروم ذا جولجي تندون اورجن. اوكي؟ اند الفايبرز اللي جوه دي ذيس فايبرز اوريجينيت فروم ذا ماسل سبيندل. فروم ذا ماسل سبيندل. اوف كورس اللي جوه خالص دول اللي هم الافرنت بقى اللي جايين من الانتيريور هورن هنا من الموتور نيورون بتاع الانتيريور هورن. ودول جايين على الاكسترا فيوزال ماسل فايبر زي ما قلنا. وطبعا بينتهوا بموتور اند بليت، فمكتوب اهوت موتور اند بليت اون اكسترا فيوزال فايبر. تتبع معايا الفايبرز بتاعت الجولجي تندن اورجن، خد بالك اللي هي الخارجيه اللي بره دي، اللي بره دي لما نتتبعها نلاقيها انها جت هنا وانتهت عند الدورسال هورن تقريبا، وابتدى نيورون تاني. النيورون تاني اللي هو الاسود ده، هذا النيورون انهيبيتوري، ويجي برضو على الانتيريور هورن سيل هنا على الالفا موتور نيورون هنا، ويعمل لها انهيبيشن، ويعمل لها انهيبيشن. تكون النتيجه ان الماسل فايبر الاكسترا فيوزال فايبرز ويل ريلاكس. اذا الجولجي تندن اورجان لما يتاثر، لما يشتغل، يشتغل امتى؟ لما التنشن في الماسل يزيد قوي. ويزيد ازاي؟ يا اما بكونتراكشن قوي جدا للماسل، يا اما بستريتش قوي جدا. يعني الماسل حصل فيها كونتراكشن قوي قوي، او التندون اتشد عليه جدا والماسل استريتش اكثر من اللازم. في هذه الحاله the Golgi tendon organ will be stimulated and as you see it will lead to stimulation هنا of interneuron releasing inhibitory mediator جلايسين، بيكون جلايسين لانه post synaptic inhibition. وتكون النتيجه inhibition of the motor neuron والمصل تبقى relaxed. لو قارنا بسرعه كده التاني اللي هو بتاع المصل السبندل، طبعا عارفينه كويس قوي اللي هو اللي جوه بقى، اللي جوه بقى اللي ايوه امشي معاه كده اهو، هتلاقيه مشي على طول مونو سينابتيك اهو، شايفه ماشي على طول لحد الموتور نيورون وعمل لها ستيميوليشن والمصر عملت كونتراكشن. فده مقارنه ما بين الاثنين، ده ال 1 اي فايبرز اللي جايه من المصر سبيندل، وده ال 1 بي فايبر اللي جاي من الدولجي تندون اورجن. فهنا هي بتحاول تخلي التنشن ثابت، فلو زاد بتقلله. طيب لو قل، لو قال خلاص مش هتبعت بقى، مش هتبعت امبلس سابل انهبيشن، والماسل هتلاقيها ايه رجعت تاني لطبيعتها. لكن لو زاد تقلله، لكن لو قل خلاص الميكانيزم مش هتحصل، وتكون النتيجه ان الايه الماسل تنشن بتاعها يفضل ثابت على طول. دي هي الشغلانه الرئيسيه ومهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان المصل تنشن لو زاد قوي، وانا قلت لحضرتك انها ممكن تكون نتيجه لاما المصل استريتشد اكثر من اللازم، او التندون اتشد قوي. فهنا في الحاله دي التندون ده ممكن جدا سواء اتشد هو او المصل حصل لها كونتراكشن اقوى من اللازم، ان التندون ده يحصل له تير. تير يعني ايه؟ يتمزق، يبقى يروح طالع من الانسرج من الاتاتشن بتاعه في البون. فهذا الريفلكس في الاساس غير انه بيحافظ طبعا على التنشن، هو بيحمي المصل تير، ان العضله تتمزق من كتر التنشن اللي حصل على التندون هنا. فده المهم قوي في الموضوع. فاذا
لو جينا هنا نشوف طبعا الكلام عشان نبقى عارفين ادي الريفلكس طبعا ماشي ازاي، والاورجن ماشي والتندر اورجن اشتغل ازاي، وبنقول ان هو طبعا داي سينابتيك ريفلكس. كان التاني مونو ايه؟ مونو سينابتيك. مين هو التاني ده يعني؟ اقصد مين؟ اقصد طبعا الاستريتش ريفلكس، مش كده؟ عظيم. وبرده هنا في دايناميك وستاتيك ريسبونسز برده زي التاني. يعني برضه لو المصل اتشدت فجأة دايناميك او اتشدت سلولي اللي هو الاستاتيك، يعني برضه في النوعين موجودين. لكن الخوف زي ما قلت لحضرتك هو العضلة يحصل لها تير، فاحنا من ايه بنعمل لها ريلاكسيشن، حتى بيسموه بقى في الاخر خالص اوتوجينيك انهيبيشن، اوتوجينيك انهيبيشن. السيجنيفيكانس هنا أول حاجة under physiological normal conditions، يعني في العادي بقى، يعني من غير ما يكون شد جامد ولا حاجة، by adjusting the tension in various motor units the reflex equalizes the tension within the muscle and maintains a steady level of muscle force which delays muscle fatigue. يعني بيخلي التنشن ثابت في كل اليونتس، وبالشكل ده بيوزع المجهود على اليونتس كلها، فالعضله ما تتعبش بسرعه، يحصل ديلينج للمصل الفتيك. الحاجه الثانيه والاهم اللي قلت لحضرتك عليها دلوقتي ان ان كيس اوف اكسسيف انكريز ان مصل تنشن، وده بيحصل في ريفلكس اسمه انفرس ستريتش ريفلكس، هنا الريفلكس هاز ا فيري امبورتنت بروتكتيف فانكشن. يعني هو له فانكشن اندر نورمال كونديشنز، انه بيأخر الفتيك، بيخلي التنشن متساوي في المصر في الموتور يونتس. ولو العضله حصل لها اكسسيف ستريتش فطبعا في الحاله دي بيحاول يقلله ويمنع طبعا التير اللي قلت عليه زي ما اقول حالا، وهنا دي بروتكتيف ايه فانكشن. ما هو الانفيرس ستريتش ريفلكس؟ سؤال شهير جدا جدا جدا، يحصل حينما يكون في ايه اكسسيف او اوفر ستريتش للمصل. اوفر ستريتش، الاوفر ستريتش ده هو هيزود التنشن ان ذا مصل، وده حقيقي يعمل تراكشن على التندر ويزود الايه التنشن هنا في التندون، ويعمل ستيميوليشن للجولجي تندون اورجن، كويس. عمل ايه زي ما قلت في الصوره هنا، ها الفايبرز اللي بره دي بعت هنا اهو امبلت سيجنال جت كده وشغلت الانهبيتور انتر نيورون ده، اهو بيسموه جولجي بوتر نيورون لانه تخين شويه كده وقصير، فبيسموه جولجي بوتل نيورون طبعا، وده جولجي تندن اورجان، يعني القوابع جولجي ده هو اللي كان شغال في الحته دي، وشغال في حاجات تانيه كمان تيجي سيرته بعد كده، ويؤدي في النهايه الى مصل ريلاكسيشن، وبالشكل ده يحمي العضله من الايه التمزق اللي قلنا عليه. فلو جينا نتكلم بقى على هذا الريفلكس بشويه تفصيل، مش تفصيل يعني بالتلخيص كده عشان نفتكره، الاستيمولس ايه هي؟ انكريز لايه؟ مصل تنشن، وقلت هيزيد ازاي؟ يا اما سترونج كونتراكشن اوفر ستريتش او اوفر ستريتش في المصل، هو ده اللي يعمل لنا يبتدي القصه بتاعت الانفرس ستريتش ريفلكس دي. الريسبتور بتاعتنا مين؟ ها؟ جولجي تندون اورجز. الافرنت فايب مين؟ انهي نوع؟ تايب 1 بي. السنتر بتاعنا فين؟ طبعا في السباينال كورد. ولا ننسى ان هو داي سينابتيك وذ سنجل انهبيتوري انتر نيورون اللي سميناه جولجي بوتل نيورون. الافكت انهبيشن اوف اول موتور نيورونز ذات سبلاي ذا ماسلز اوف اوريجن. الريسبونس بتاعنا ايه؟ ها ماسل ريلاكسيشن. ايه الفانكشن بتاعه؟ بروتكتيف رياكشن اجينست تيرنج اوف ذا ماسل اور افالجن. افالجن يعني ينتزع، نزع يعني. الافالجن اوف ذا تندن اوف اتس تندن فروم اتس بوني اتاتشمنت. ده الانفيرس ستريتش ريفلكس، وهو سؤال حقيقه شهير جدا. يقول لك ايه هو الستريتش ريفلكس وايه هو الانفيرس ستريتش ريفلكس؟ زي ما شفنا ان في انواع شفنا قبل كده،
وفي نيجاتيف ستريس ريفلكس. والستريس ريفلكس نفسه في دايناميك وفي ستاتيك، وبرده الامبلس قلنا بتطلع على حد السيريبيلم ولها دور برده في الكنترول اوف ماسل كونتراكشن. فساعات بيسموا هذا الريسبونس بيسموه سيريبيلر ستريتش ريفلكس، ففي انواع منه قلناها قبل كده ناخد بالنا منه. تيبل صغيره كده بتوري الفرق ما بين الاثنين. لو نشوف هنا الريسبتور ماسل سبيندل، هنا جولجي ايه تندون اورجن، خليك معايا. الاستيمولس ماسل ستريتش عادي خالص، انكريز ماسل لينث، لكن هنا اكسسيف اكسسيف مهم قوي. هنا تايب 1 اي وتايب 2، وهنا تايب 1 بي في الافرن. السينابس ها مونو، وهنا ايه داي سينابتيك. ريسبونس ماسل كونتراكشن ماسل ريلاكسيشن. الفانكشن ريجوليشن اوف ماسل لينث، وهنا ريجوليشن اوف ماسل ايه تنشن. حاجات في منتهى البساطه، سؤال يعني لويل يبقى ظريف. امبورتنس مينتنس وبريكت بوستشر، عشان طبعا الماسل تون، وسموثنج الموفمنت زي ما شفنا قبل كده انه بيخلي الموفمنت سموث. هنا ات اكزيرت ا بروتكتيف فانكشن بريفنت تيرنج اوف تندونز ديورنج سترونج ماسل كونتراكشن. الاسسمنت يعني ازاي بنكشف عليه او ازاي نختبره يعني، هنا طبعا باي اليسيتنج الفيريوس تندون جيركس. هي دي اللي بتخليني ادرس الاستريتش ريفلكس. الديناميك طبعا ان انا اعمل التندون جيركس، ابتدي ادرسهم واشوف الريفلكس ماشي ازاي، هل هو في مظبوط ولا في حاجه غلط ولا في، نكتشف كل حاجه عنه. لكن هنا باي اليسيتنج ذا لينثنج رياكشن، لما اعمل اللينثنج رياكشن ده اهو اللي هقول عليه حالا، ده اللي بكش اللي بدرس بيه ال او بعمل تيستنج للانفيرس ستريتش ريفلكس. نيجي على موضوع اللينثنج رياكشن ده، او ما يسمى كلاسب نايف افكت او ريفلكس. كلاسب نايف، كلاسب نايف يعني المطوه، عارفين المطوه؟ المطوه دي لو بتلاحظ طبعا عارفين يعني المطوه دي لما تيجي تفتحها تلاقي فيه مقاومه، وبعد كده تيجي عند نقطه معينه وتروح مفتوحه فجاه بدون مقاومه، ولما تقفلها نفس الحكايه برضه. تبص ليه ايه لو في انواع كده يعني. المهم ان هي مش نايف عاديه، لا كلاس نايف اللي هي الايه المطوه اللي يعني كانت منتشره الايام اللي فاتت يعني. ما تنساش انا بسجل في مارس 2011 بعد الايه ثوره 25 يناير. كان الجو كده في مصر مكهرب شويه. فايه هو الليدنج رياكشن ده؟ بيقول لحضرتك تعالى على لو جيت في سباستيك لم هايبرتونيك لم ماسلز يعني، ودي بتحصل في بعض الامراض مثل ابر موتور نيورون ليجن، طبعا هندرسه بعد شوي. في هذا المرض يبقى فيه هايبرتونيا والمسل تون يبقى ايه زياده قوي، والعضله او العضلات يبقى سباستيك يعني هايبرتونيك. تعال بقى حضرتك في الحاله دي واعمل الاختبار الاتي، نشوف في الصوره دي. ادي البيشنت نايم اهو، وادي الاكزامينر واقف جنبه. الاكزامينر بيحط ايد تحت ورا الني، الني جوينت اهو، والتانيه عند الفوت هناك، ويحاول يعمل ايه؟ يحاول يتني اللور لمب ده، يحاول يتنيه. يتنيه ازاي؟ بص على الاسهم، يعني بيرفع الني لفوق، شايف السهم؟ شايفه؟ وهنا بيحاول ينزل الفوت لتحت، يعني بيعمل ايه؟ بيتني الني جوينت. طيب لما بيتني الني جوينت هنا في هنا مصر اللي في الساي قدام هنا اللي هي مين؟ الكوادريسيبس فيموريس،
ولا ايه؟ كوادريسبس فيمورس موجوده هنا اهو في الساي. المصل دي تفتكر بتطول ولا بتقصر؟ كل حاجه بالمخ، تفكر مظبوط توصل صح، مفيش حاجه اسمها حفظ ابدا. ادي راجل قدامك اهو، الطبيب اهو بتاع الاعصاب، وماسك الرجل زي ما قلت لحضرتك، وبيتني الايه؟ اللور ليمب من المين جوينت بتاعته اللي هي الني جوينت زي ما انت شايف اتجاه الاسهم. فطبعا المصل دهيت اللي هي الكوادريسبس مصل، والبي الونجيتد طبعا انت بتطولها كده، ولما تطولها يعني عملت لها ستريتش، عملت لها ستريتش. طيب ولما عملت لها ستريتش حصل ايه؟ حصل ستريتش ريفلكس، يعني في امبلس طلعت من هنا وراحت على السباينال كور. مظبوط. وعملت مونو سينابتيك ريفلكس ورجع الافرنت على المصل، عمل لها كونتراكشن. يبقى هيبقى بتعكسك ولا لا؟ طبعا هيبقى في ريزيستنس، مفيش كلام. انت بتحاول ان انت تتني وبتطولها وهي بتحاول تعمل كونتراكشن، فهتلاقي طول ما انت بتحاول تتني الرجل دي في ريزيستنس. نتيجة لإيه؟ نتيجة لأن حصل استريتش ريفليكس في هذه المصل لأنك شدتها. هتيجي عند بوينت معينة بعد شوية وتلاقي فجأة الرجل دي راحت ايه؟ متنية من غير مقاومة ولا حاجة خالص، منتهى البساطة راحت متنية بالظبط زي المطوة بتعمل، تقاومك الأول شوية وبعد كده تروح مفتوحة فجأة تماما. فسمي هذا التست، هذا الاختبار أولا لينسنج رياكشن عشان بتطول العضلة، وكراسب نايف افكت علشان الرياكشن او الريسبونس عامل زي حكايه قفل المطو او فتحها. والميكانيزم بتاعه ايه بقى؟ الاول المقاومه دي is the result of the stretch reflex، ولكن هنيجي عند لحظه والتنشن في المصل يزيد جدا ويشد على التندون، وهنا بقى مين يشتغل؟ الجولجي تندون اورجان، هيبعت امبلسز ويروح عامل انهبيشن للانتيريور هورن سيلز او الموتور الالفا موتور نيورونز، والستريتش ريفلكس يبقى سادنلي انهبيتد، وتلاقي المصل بقت ريلاكسد خالص وراحت متنيه في منتهى البساطه. عند اللحظه اللي يزيد فيها التنشن قوي على التندون يقوم بقى يبقى كأن بقى هنا حصل ايه؟ انفيرس ستريتش ريفلكس. يعني اقول لك الميكانيزم بتاعه ايه؟ هو الانفيرس ستريتش ريفلكس اللي احنا درسناه من شويه. يبقى حصل هنا ستريتش ريفلكس ورا منه ايه؟ انفيرس ستريتش ريفلكس. وهذا الرياكشن يسمى لينسنج رياكشن او كلاسب نايف رياكشن او ريفلكس او افكت. تمام؟ اهو نشوف مع بعض هنا. يبقى بس عملناها في سباستيك ماسل زي في حالات الايه؟ الابر موتور نيورون ليجن. demonstrated by flexion of the patient limb عند المين جوينت زي الني جوينت مثلا زي ما شفنا في فيجر 14. وعرفنا ايه الريسبونس او الرياكشن؟ initial resistance of to flexion followed by sudden loss of resistance. تمام؟ وايزي فليكشن يقول لك الليم yields، yields يعني يستسلم. It occurs as follows طبعا زي ما وصفنا بالظبط على موضوع المصر وايه اللي حصل تماما، والقصة كلها نتيجة ل inverse stretch reflex is initiated. بتقرأ الكلام وتسمع الصوت اللي أنا بقوله والصورة اللي قدامك يبقى الموضوع 100%. ده اسمه lengthening reaction والميكانيزم بتاعه طبعا عن طريق inverse stretch reflex. نيجي على skeletal muscle tone. طبعا muscle tone معناها ان الماسلز بتاعتك ما هياش وانت في الريست يعني ما هياش كومبليتلي ريلاكسد، لا الماسل بتاعتك وانت في الريستنج كده فيها سلايت كونتراكشن كونتينوس. كلمه تون دايما تحمل معنى الكونتينيوتي الاستمراريه يعني. يعني في استمرار في الاكتيفيتي. يعني مثلا لما اقول سمباتيتك تون على الفيسلز
او بارا سيمباثيتيك تون، فيجل تون على الهارت، يو ريمبر، يعني كونتينيوس افكت لكن مش ماكسيمال. يقول لك سب ماكسيمال، وهنا طبعا اقدر اقول سب تيتانيك، يعني ما هوش الايه الكونتراكشن اللي يعمل تيتانس يعني. فهو كونتينيوس سلايت كونتراكشن في المسلز، ويبان قوي في الانتي جرافيتي ماسلز ديورنج ريست. انتي جرافيتي ماسلز، ايش معنى الانتي جرافيتي ماسلز؟ اولا ايه هما الانتي جرافيتي ماسلز؟ انتي جرافيتي اللي هي بتحاول ان هي ايه توقفك كده على حيلك كده، تبقى في حاله الستاندنج او اريكت بوستشر كده اهو، من غير الجاذبيه ما تاثر عليك وتوقعك. فاول انتي جرافيتي ماسلز هي الكوادريسيبس دي طبعا، اللي بتفرد الني. طب متخيل بقى ان الجاذبيه بتحاول دايما تاخدك لتحت، يعني بتحاول تطولها، يوم يحصل فيها ستريتش ريفلكس وتبقى كونتراكتد، واخد بالك، عشان تقدر ايه تفرد اللور لمب وتقف عليه ما تقعش. يبقى اول انتي جرافيتي ماسلز هي ايه اكستنسورز اوف ذا لور لمب، وعكسهم بقى الفليكسورز اوف ذا ابر لمب دول انتي جرافيتي. وبعدين في الماسلز اوف ذا باك وباك اوف ذا نيك، دول برضو ايه انتي جرافيتي. لو انت لو جرافيتي سبتها تشتغل عليك هتروح واخداك وايه عامل لك فليكشن في ظهرك كده، تروح ظهرك متني. وايضا الماسلز اوف ذا لور جو اللي هو الفك الاسفل، برضو العضلات اللي ماسكاه انتي جرافيتي، لان الجرافيتي عاوزه تفتحه. وبعد الشر كده عليك لو يعني شفت حد بيموت يعني، اول حاجه بتحصل فيه تلاقي الفك بتاعه راح ايه ساقط، الفك يسقط على طول. ليه؟ لان الماسلز اللي ماسكاه فقدت التون، فقدت الايه الكونتراكشن البسيط اللي فيها ده اهو، فتلاقي الفك راح ساقط على طول. فكل دول انتي جرافيتي ماسلز، ففيهم الماسل تون زياده ولكنه موجود في الماسلز كلها، اوعى تنسى هو موجود في كله، لكن بالذات وبوضوح جدا في الانتي جرافيتي ايه ماسلز. وطبعا الكونتراكشن بسيط بحيث انه ما يعملش فتيج يعني، فشغال على طول طبعا. ووجدوا ان يعني استهلاك الاكسجين الزياده اللي بيحصل عشان الوصل تون ده قليل قوي، فما تتعبش. والموتور يونتس هنا تشتغل ايه بالتناوب الترنيتنج، يعني تلاقي مجموعه اشتغلت شويه ومجموعه ترتاح وشويتين، واللي كانت مرتاحه تشتغل واللي كانت شغاله ترتاح. وايضا تلاقي كل موتور يونت لما يبقى فيه سيجنالز عن خلاله يعني ديستشارج من السباينال كورد، تلاقي سيجنال طالع بريت قليل، فريكونسي قليله. يعني باختصار كل الـ الظروف هنا مهيئه ان يبقى فيه ماسل تون ولفتره طويله اند وذاوت فتيج، ما تتعبش ابدا لاسباب كثيره جدا. فهنا بقى الميكانيزم بتاع الماسل تون ايه؟ الانتي جرافيتي احنا قلنا هي ده، لكن في الماسلز العاديه بقى اللي ما فيهاش ايه تاثير قوي، الجرافيتي مالوش تاثير قوي يعني. فبقى حكايه جميله جدا، حاجه بقى ايه اناتوميكال خالص كده، يرباني من عند ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين الماسلز لها اوريجين ولها ايه انسيرش، وجدوا ان انت مخلوق كده ان هذه الماسلز سلايتلي شورتر عن المسافه، الماسل طولها اقصر من المسافه بين الاوريجين والايه والانسيرش. يعني مثلا افرض ايه هذا العنوان ماسل، ذا سكيلت الماسل تو، نفرض انه ماسل وله اوريجين وله ايه انسيرش، وهذه المسافه مثلا 15 20 سم، 20 سم مثلا يعني، مثلا تلاقي الماسل اللي هنا وتلاقي الماسل دي 19 بس، يبقى 19 سوالي والمسافه نفسها كام 20، يبقى الماسل لازم تبقى ايه استريتش. ففعلا الماسلز بتاعتك كلها استريتش شويه لانها مخلوقه كده انهيرنت رباني كده ان اللينس بتاعها شورتر عن الديستنس ما بين مين؟ ما بين الاوريجين والانسيرشن.
ما دام مشدوده شويه هيبقى فيها ستريتش ريفلكس طبعا شغال على خفيف كده، اللي هو الماسل ايه؟ تون. ماشي؟ طبعا بقى الانتي جرافيتي ماسلز العمليه بتزيد بالتاثير الجرافيتي كمان. ان الجرافيتي كمان بتحاول انها تشدها اكتر. طبعا يبقى القصه كلها هنا ان هي طبعا هي ستاتيك تايب، طبعا مش ريفلكس، مش عاوز كلام، طبعا ستاتيك. لو انت ساكت كده على طول. وشفنا بقى الاستريتش قبل كده في ستاتيك ودايناميك، ودايناميك اللي هو جيركس. واتكلمنا عليه. هنا ستاتيك طبعا. جميل. شوف الاسباب بقى نمره واحد ايه؟ بيقول ايه؟ الاناتوميكال ستيت اوف ذا ماسلز. اللينث is normally slightly less than the distance between the origins والانسيرشنز بتاعت الماسل. وبعدين مايلد تونيك ديسشارج في سيجن برضه، يعني وجدوا الجاما موتور نيورون دي. جاما موتور نيورون دي هي طبعا زي ما شفنا لها اهميه كبيره جدا. جاما موتور نيورون بتروح برضه بتبعت برضه على خفيف كده برضه ايه بسيط، وفي الريست كده تقوم تشد الماسل سبيندد شويه. انا اظن دلوقتي اتفهمت بقى حاجه اسمها الجاما لوب، ارجو تكونوا ايه ما نسيتوهاش. الجاما ايه؟ لوب. يعني هي الجاما دي تبعت على مين؟ على المصل السفنج، تعمل له ايه؟ تعمل له ستريتش. خلاص يبقى هيكون الريزلت هنا ان يعود تاني بحيث انه يعمل لنا مصل كونتراكشن. والفاكتور الثالث هو الفورس اوف جرافيتي. يبقى اذن في هنا اكثر من ميكانيزم علشان يحصل المصل تون ديستريبيوشن كل الماسلز، بالذات مين؟ الانتي جرافيتي اللي حكيت لك عليهم دلوقتي، وكان اخر واحد قلته لك الاليفيتورز اوف ذا لور ايه شو. كويس. ايه الفانكشنز اوف ذيس تون؟ الفانكشنز اوف ذا سكيليتال ماسل تون. ده طبعا نمره واحد اسينشال فور مينتنس اوف ذا اريكت بوستشر. تخيل بقى ان عضلاتك ريلاكست تماما، هتقف ازاي؟ الجاذبية هتروح على طول مكوماك على الأرض طوالي، ظهرك يتني ورجليك تتني وكلك تنزل كده إيه، تنزل مكفي على الأرض كده على طول. نمبر 2 إنها بتساعد الفينوس ريتيرن واللينف فلو من اللور لينبس. فاكرينها؟ ياه. في الكارديو فاسكولار سيركوليشن، فينوس ريتيرن عشان يرجع من اللور لينب هو اللينف فلو، محتاج جدا للمصل ايتون ده والمصل كونتراكشن عشان يعمل بريشر على الفيسلز تقوم تدفع الايه البلد او الليمف الى الفوق الى ناحيه الهارت. يعني الابدومينال مصل تون ده بريفنت فيسرال توزيس. توزيس يعني انتوا عارفين توزيس يعني حاجه رخرخه كده، زي انتوا فاكرين في الهورنر سندروم كان في توزيس وميوزيس وبتاع، وكان توزيس معناها ارتخاء الايه الابر اي ليد في الهورنر سندروم. فيسرال توزيس يعني تلاقي ايه التون بتاع الابدومن، ابدومن الماسلز ما فيش، فالماسل بقت ملهلطه كده والفيسرا جوه رخرة ايه عامد جوه، مش مفيش حاجه حيشاها يعني. امبورتنت سورس اوف هيت برودكشن هتاخده في الميتابوليزم لما تتعرض لكولد، جو كولد من الحاجات اللي او من الرياكشنز المهمه جدا عشان تزود البرودكشن، هيت برودكشن ان ذا بودي، انك تزود الماسل تون. فالواحد يبتدي ايه يحصل له حاجه اسمها شيفرنج. شيفرنج يعني ايه؟ رعشه، ارتجافه كده، دي زياده في الماسل تون، وطبعا دي بتزود الهيت برودكشن قوي. دي ان شاء الله هنقوله بالتفصيل في الميتابوليزم. ادي الايه الفانكشنز اوف ذا ماسل تون. نيجي على التندون جيركس اللي هم طبعا اللي هو بيمثله دايناميك ستريتش ريفلكس. دايناميك ستريتش ايه؟ ريفلكس. ده بقى طبعا كلام ظريف قوي بقى، وبنعمله في المعمل وسهل جدا. ما هو التندون جيرك؟ ذا ريسبونس اوف سكيلتال ماسل تو سادن ستريتش. طبعا دايناميك ستريتش ريفلكس مش عايز كلام اهو. شوف انا ماشي ازاي دايناميك اهو، عظيم. وبنعمله ازاي في المعمل؟ بان احنا بنيجي نخبط على التندون، يقوم العضله تتشد معايا. يعني انا بستخدم التندون عشان اعمل استرتش في المصل، بنستعمل عشان الحكايه دي ايه هامر، يعني شاكوش طبعا اسمه ميديكال هامر او ريفلكس هامر.
والتابنج بتاعتك او الخبط على التندون لازم تبقى شارب وسترونج، مش تحسس عليه. ها طبعا مش يعني بقدر، يعني ما هياش العمليه ان انا هضرب الراجل عوره. ها شفتوه ولا مش شفتوش؟ ما هتشوفوه ده، ما كنتش شفتوه. بتجيب الهامر، وطبعا اللي بنخبط بيها دي حته ايه، بطاطه يعني، مش حديد. عشان ما تعملش ضرر للبيشنت. المهم لما بنخبط على التندون فيروح المصل استريتشد، تبقى استريتش صادم، وتكون النتيجه صادم كونتراكشن برضه فولود باي، مفيش with a fraction of a second، followed by relaxation بسرعة جدا. ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن هنا الريسبتور كان الإيه الديناميك تايب بتاع الإيه النيوكلير باج فايبرز، وقلنا كمان إن دي رابيدلي أدابتد جدا، يعني تروح مطلع الإمبلس من هنا وخلاص تبطل بقى على طول، مش سلولي ادابتنج بقى. لا دي ادابتد بسرعه والامبلس تروح مبطله فورا، عشان كده الرجل يحصل لها ايه؟ يحصل لها صدر ريلاكسيشن برضه يعني بسرعه يعني. اما بقيه المعلومات فهي هيها برضه، يعني افرنت برضه طالع من هنا، ايه الافرنت بتاعه هيبقى ايه التايب 1 ايه مش كده، والريفلكس مونو ايه سينابتيك، مونو سينابتيك طبعا، وسريع جدا يعني من اسرع الريفلكسات اللي في البودي، كل الكلام ده قلناه قبل كده. فهنا زي ما قلنا رابيد وسترونج كونتراكشن فولود باي رابيد ايه ريلاكسيشن. ايه بقى الريفلكسز اللي بنعملها او التشيرجز اللي بنعملها؟ بنعمل اربعه اساسيين، ولكن ممكن نعمل اخرين يعني، لكن دول الاربعه الاساسيين يعني. فاول واحد النيجر اهو، البيشنت قدامك اهو، قعدناه وخليناه الرجل اللي هنشتغل على الجيرك، هنجيب منها الجيرك هنخليها ايه، نحط رجل على رجل كده اهي. تقول لي اشمعنى؟ علشان تبقى الكوادريسبس ماسل سيمي ستريتش، يعني كاني بسهل المأمورية، مش مخلي الكوادريسبس ماسل كده عادية، لا ده انا هخليها شدها شوية. ودي قاعدة دايما، انا بحاول الماسل تبقى مشدوده شويه، ما تبقاش ريلاكسد قوي. واخد بالك؟ واجي على الباتيلر تندون هنا، يعني انتوا عارفين الانسيرشن بتاعها في الـ في الـ في التيبيال تيوبريكي فوق هنا اهو. ادي الني جوينت، مش كده؟ خليك معايا بقى كده، ادي الني جوينت اهو. ادي طبعا الفيمر، وادي التيبيال، وادي الكوادريسبس ماسل، والتندون بتاعها هنا اهو. اروح انا جايب الهامر بقى وايه، ورحت خابط على التندون هنا. طبعا الكلام سهل 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 وجميل، وطبعا شهير جدا في الاسئله وفي العملي وفي الشفوي وفي كله. يقول لك ايه اللي حصل؟ طبعا حصل ماسل ستريتش. ايه الريسبتور الستيميوليتد؟ الماسل سبين. عاوز يزود معاك شويه، يقول لك الديناميك ولا الاستاتيك فايبرز؟ بالطبع الديناميك بتاع النيوكلير باج، مش كده؟ وبعدين الافرنت اهو، وبعدين راح لسنتر اهو، ده هيسالك فيه ولو ما جبتوش كويس بقى دي هنا بقى الخطوره، لازم تعرف راح فين، انا كاتبها بايدي اهي عشان ما تنساش. ها السنتر بتاعه فين؟ في 2 و3 و4 لامبر سيجمنتس، تمام؟ ومونو ايه؟ سينابتك، ما فيش الا سينابس واحده. وبعدين راح عامل استيميشن لمين؟ لالفا موتور ايه؟ نيورون. وده رايح على المصل عمل لها كونتراكشن، وكانت النتيجه ان الرجل راحت ايه؟ هوب بوش تو فورورد، لان حصل كونتراكشن في الكوادرس في مصر، فراحت الرجل ايه؟ مدفوعه لقدام كده اهو. شايف؟ ادي النيجر كده. مفيش اي مشكله خالص. طب ايه الجيرك الثاني يا سيدي؟ انكل او اكيلس جيرك. عارفين التندو اكيلس او التندو كالكينيس؟ هنخبط عليه طيب بالهامر، مين المصل اللي هيحصل لها ستريتش؟ فكر كده دقيقه ثانيه، المصل لما نخبط على التندو اكيلس طبعا هي
الجاستروكلينيس والسوليوس طبعا اللي هم كاف ماسلز، مش عاوزه كلام، هي الكاف ماسلز طبعا. ولما تعمل كونتراكشن الفوت يطلع لفوق ولا لتحت؟ لتحت طبعا، ده كلام بلدي ده، لكن معناها طبعا طبيا يحصل بلانتر ايه؟ فليكشن. والسنتر بتاعنا فين؟ فيرست وسكند سيكرال ايه؟ سيجمنت. والكاف ماسل اللي هم جاستروكلينيس طبعا وسوليس، نشوف الصور. ادي الطريقتين. اولا ممكن ادي الدكتوره هو بياخد هيكد وتيلس اهو، وهنا ممكن ايه البيشنت يقعد يحط رجله على كرسي، واخد بالك كان كده هو واقف كده وحاط رجله على كرسي، ونخبط على التندو اكيد يسوي الماسلز اللي اتشدت مين؟ ها؟ طبعا هم الكاف ماسلز، تمام. وطلع والقصه بقى مش هنعيدها بقى كل شويه، الريسبتور ماسل سبيند الوادي الافرنت ومونو سينابتيك وبتاع، والسنتر فين اهو؟ ما يتنسيش ما يتنسيش، واحد واثنين ستر. ثم جه الالفا موتور نيورون وادي الافرنت فايبر بتاعه لحد ما جه على المصنع عمليه كونتراكشن. لما حصل كونتراكشن قام الرجل ايه الادم حصل له ايه؟ بلانتر فليكشن. ادي الانكل جيرني. الحاجات دي مهمه جدا في النيورولوجي، يعني بيعملوها الدكاتره بيكشفوا بيها على اللي على السايتس اوف ذا ليجن، وبيكشفوا عليها بامراض ممكن الجيركس دي تزيد او تقل او تختفي، يقوم يشخص امراض معينه. نيجي على البايسبس جيرك. بايسبس جيرك يعني هنخبط على انهي تندون بتاع البايسبس مصر؟ ادي عيان قاعد قدامك اهو، ها، وادي يا سيدي البايسبس تندون، وادي الراجل واقف بس ايديه هي اللي باينه ايه وماسك الايه الهامر، عظيم. ولما هيخبط على التندون بتاع البايسبس يحصل فليكشن طبعا اهو، شوف اتجاه السهم يحصل فليكشن طبعا. ونفس الكلام اللي قلناه قبل كده، والسنتر بتاعه فين؟ ثاني مش كاتبه، لا مش كاتبه، السنتر بتاعه في 5 و6 ايه؟ سيرفايكال، 5 و6 سيرفايكال سنت. ملحوظه مهمه جدا هنا، ملحوظه مهمه جدا، ان في الحاله دي بس الاكزامينر بيحط صباعه على التندون بتاع البايسبس مصر عشان يحكمه. قول لي بقى ازاي هنخبط احنا على التندون من غير ما نحط صباعه كده؟ التندون ده عايم كده، ما هوش مش ثابت زي التندو كالكينيوس ولا الباتيلر تندون بتاع الكوادريسبس. لا، التندون لو بتاخد بالك بتاع البايسبس ماسل ما تقدرش تخبط عليه دايركت، هيفلت منك، مش ممكن هتخبط عليه خبطه سترونج وفيرم وصادم، مش لازم تحكمه شويه كده. فلازم الاول تحط صباعك عليه عشان تبقى ايه ماسكه كده وضامنه تحت ايديك، وتخبط بالهامر على صباعك انت اهو. ماشي الكلام يا سيدي؟ ده في الحاله دي بس. نيجي على ايه الجيرك الاخير اللي هو مين؟ الترايسبس. فين صورته؟ اهي ادي الراجل اهوت الطبيب او الاكزامينر، وادي الهامر، وهيخبط على التندون اوف ذا ترايسبس ماسل، وطبعا النتيجه هنا هيبقى اكستنشن للفور ارم اهو، شوف السهم اهو اكستنشن. ده السنتر بتاعه فين؟ في 6 و7 سيرفايك. فين يا عم؟ اهو 6 و7 سيرفايك، ده بتاع مين؟ الترايسبس. ازاي تعملها؟ ويقعد يسالك بقى، ها، والريسبتور ايه ومونو سينابتيك ايه والكلام اللي احنا حكيناه ده كله، واخد بالك، وسريع جدا وبياخد من 19 ل 24 مللي سكند، وده اقصر حاجه، وهكذا اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. رينفورسمنت اوف تندون جيركس، رينفورسمنت يعني تقويه، بوتنشيشن يعني. فبنعمل مانوفر او طريقه معينه اسمها جندراسيك مانوفر. طبعا جندراسيك اسم واحد. قال لك وانت في ناس وانت بتعمل لها هذه التندون جيركس، في ناس بتبقى ماسكه نفسها كده ومحبكه قوي كده اهو عشان ما يحصلش الريسبونس. فانت لازم ان انت تستدرج انتباهه بعيدا بحيث ان الريفلكس يحصل طبيعي بدون تدخل ارادي من البيشنت.
هتقول لي إرادي، أقول لك آه ممكن قوي لو هو ركز قوي كده، ها واخد بالك، وعارف إنه، وخصوصا إذا كان عارف اللي بيحصل، يعني عارف إن اللي ممكن يحصل للرجل إنها تتنطر لقدام، ولا ها تبص ليه ماسك نفسه كده وإيه، وعاوز يمنع، يعمل انهبيشن يعني للريسبونس، واخد بالك. فجه خواجه عشان دراسك ده اهو، وعمل عمليه ظريفه قوي، او حكايه ظريفه قوي عشان يمنع الحكايه دي. قبل، بس عاوز اقول قبل منه بقى، كنا بنعمل ايه واحنا بنعمل التندون جيرك ده؟ نقعد ايه، نستدرج الانتباه بتاعه، واخد بال حضرتك، نستدرج ايه الانتباه بتاعه بالكلام. انت بتشتغل ايه؟ انت عندك كام سنه؟ آه، انت مبسوط في حياتك؟ مش عارف عندك كام ولد او كام طفل؟ يعني تقعد كده بحيث ان هو مخه يروح في حاجه تانية بعيد، وانت تشوف الريفليكس بتاعك على راحتك. اما الخواجه عشان دراستك ده عمل ايه؟ قال لك وانت بتعمل له الريفليكس اهو، خلي المريض ايه، يمسك ايديه ويشبكهم في بعض ويعمل بولينج، واخد بالك؟ يعني ايه التو هاندز يبقوا بولد ابارت، يعني تحاول يقول له شد ايه ايديك من بعضيها جامد جدا 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 جدا، واخد بالك. والبيشنت والطبيب شغال اهو، ويظهر ان دي عيانه، دي ولا دي عيانه، رخر الطبيب حاطط ايده هنا، المفروض ما يحطش ايده على فكره. ها طبعا هو ممكن يعمل ايه الريفلكس من غير ما يحط ايده، لكن اهو اصلها بقى ايه، عجباه يظهر ولا حاجه، المهم ما علينا. فهنا اللي تقول، يقول للعيان ايه، يقول له شبك ايديك في بعضيها كده اهو، وبعدين اعمل بولينج باقصى قوه تقدر عليها. ايه الحكايه، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، العيان هيركز، يقول لك الله، هو بيخليني اعمل كده ليه؟ يقوم الريفلكس يحصل من غير تدخل ارادي من البيشنت. الحاجه الثانيه، وجدوا ان لما بتعمل، لما حضرتك بتشد كده وبتستعمل، بتعمل ماسل كونتراكشن، في امبلسز بتطلع من الماسلز دي، ها من الماسلز ده اهي، وتوصل لحد السبانا كورد، وتشغل مين؟ تشغل الجاما افرنت فايبرز. يا سلام، يعني الحركه دي نفسها بتؤدي الى ان في امبلسز بتخرج من الكونتراكتنج ماسلز اللي هي بتاعت الايدين دي، وتوصل لحد السباينال كورد، وتعمل ستيموليشن للجاما افرنت فايبرز. اعيد تاني وازيد ومش هزهق، مهمه جدا. الجاما افرنت سبلاي مين؟ البريفرال بارت بتاع المصل ايه؟ سبيندلز. يبقى هيعمل ايه في المصل سبيندل؟ هيعمل له ستريتش. فلما يعمل له ستريتش، مصل سبيندل يبعت امبلسز، واخد بال حضرتك، يقوم يساعد في المصل ايه؟ كونتراكشن. يساعد في المصل كونتراكشن، يعني برضه تلاقي الايه، الامبلس اللي جايه دي هتساعد في الريسبونس بتاعك، واخد بالك. فعشان كده ده اللي اتكشف الحكايه دي، الخواجه مين؟ جندراست، وسماها جندراست ايه؟ مانوفر. وزي ما قلنا اهو، بيعمل ايه؟ بيشنت جراس، جراس يعني يمسك ايديه بعضيه، يعني جراسبس هيز هاندز توجذر اند بولز ذيم ابارت. ايه الاستفاده بقى هنا؟ اولا سيجنالز بتتشارجت فروم ذا كونتراكتد ماسلز اوف ذا هاندز، والاستيميت الجاما افرنت نيورونز. هتقول لي بقى، هتقول لي الجاما افرنت نيورون بتوع لا بتوع في السبانال كورد كله، يعني العمليه فيه الريديشن، ها اه واخد بالك، فهتساعدنا. مش هتقول لي هي بتاعت الماسل بتاعت الابر ليمب، طب ودي دخلها ايه هنا؟ لا طبعا بيحصل الريديشن، وكل ما تشد اكتر يبقى فيه ريديشن اكتر. والحاجه الثانيه ديستراكتنج ذا بيشنتس اتنشن، يعني بتبعد ايه، بتبعد انتباهه عن الشغلانه، ويتش بريفنت فولنتري ايه انهبيشن اللي قلنا عليه. فدي اسمها جندراست مانوفر، وعرفنا انها بتساعدنا شويه في موضوع انها تبين الريفلكس. يعني ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف الجيركس؟ ما قلت لحضرتك لوكاليزيشن اوف سبينال كورد ليشن، لو عندك اصابه في سبينال كورد وواخده سيجمنتس معينه، يبقى الريفلكس اللي بيحصل عن طريق السيجمنت دي ضايع. يعني اصابه في السكرال ريجن هتضيع الانكل جيرك. ها طب ليه؟
لانه السنتر بتاعه 1 2 سكرة. اسسمنت اوف ماسل تون، ممكن ما يعني ماسل تون ده هنكشف عليه ازاي؟ نقعد نتني الايد والرجل كده ونشوف القوه او المقاومه اللي بنشوفها. لا هو ايضا برضه هتلاقي في معظم الاحيان، معظم مش كلها، تلاقي ان الهايبر ريفلكسيا يعني اكسجريت التندون جيركس معاها هايبرتوني، معاها ايه؟ هايبرتوني. فلو لقيت، لو لقيت هايبر ريفلكسيا يبقى المصر تون برضه زياده غالبا. لكن في حاله بقى مهمه قوي مفيش جد، اللي هي باركنسون ديزيز ان شاء الله جاي بعدين، او باركنسونيزم، يبقى فيها، تون كتير عالي ومفيش هايبر ريفلكسيا، يبقى في مصر تون عالي جدا ومفيش هايبر ريفلكسيا، لكن في معظم الاحيان ماشي. وبعدين نمره 3 في الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها، انه دايجنوزيس اوف ميني ايه ديزيز، ففي امراض بتزيد فيها، امراض تقل فيها، امراض تختفي فيها. نشوف بقى they are exaggerated، يعني يعني جامدين جدا، مبالغ فيهم جدا، زياده جدا، يعني مجرد لمسه للتندون كده تلاقي العضله قوم واحد ضربه جامد قوي. بتزيد في الامراض اللي associated with facilitation of the spinal center اللي في الابر موتور نيورون ليجن وليجن اوف ذا بري موتور اريا اريا 6، وفي الهايبر ثايرويديزم كمان. طيب ماشي. طبعا ما اقدرش اتكلم على ال على الابر موتور ريجن ولا ريجن بري موتور ايه، ما اقدرش. وده انا قلت لحضراتكم قبل كده كذا كام مره، لما تيجي سيره حاجه مش معروفه استنى شويه هتيجي بعد كده، لكن بتعرفها على علاتها الان يعني. they are depressed او بيقلوا قوي ويك في الديزيزز اللي اسوشيتد وذ انهبيشن اوف سباينال سنترز، امراض طبعا اللي ما تعرفهاش انت لسه ما جاي ما خدناهاش، لكن بناخدها على علتها. في الحالات دي تلاقي الجيركس ضعيفه جدا في النيو سيريبيلر سندروم، في الكوريا ليجنز اوف ذا برايمري موتور اريا اريا 4، في المكسيديما اللي هي هايبوثايرويديز تبقى ويك قوي. طب هنعرف ليه ساعتها؟ they are lost بقى خالص في امراض زي ايه؟ الامراض اللي هي انتربت الارك ريفلكس ارك، يعني مثلا تيبس دورسالس. اوه ما تفكرنا بتيبس دورسالس، اه طبعا في السنسوري. ها امال ايه الليجون فين؟ ده كان، ده في ال ده كان في البوستيريور روت، يعني البوستيريور روت اللي هو اللي فيه الافرنت امبلسز. خلاص لو حصل دامج لا هنا في البصير الرود ده اهو، يبقى طبعا الريفلكس وقف. في لور موتور نيورون ليجن، يعني ليجن واخد الافرنت نيرف او مبوظ اللي عامل دامج في الالفا موتور نيورون في السبانر كور، يبقى لوست خلاص. اذا انا لما بكشف عليهم بقدر، بتساعدني يعني في الدياجنوزيس اوف بعض الديزيز، بيزيد في امراض كده، بيقل في امراض كده، بيختفي في امراض كده. بندولار نيجر يا سلام يحبوها، والبندولار نيجر دي ايه حكايه البندولار نيجر دي؟ ان بقى في الحالات اللي يبقى فيها هايبوتونيا، وهايبو ريفلكسيا، يعني التون قليل والريفلكس ويك، بيحصل لما تيجي تعمل نيجر انك تيجي تلاقيه صعب قوي ان انت تعمل، لازم الخبطه تكون جامده جدا، وهو نفسه تبص تلاقيه الرجل كده سلو وكسوله، يعني ريفلكس مش مصحصح كده ويروح والكونتراكشن قوي، لا تبص تلاقيه ان هو ضعيف. وبعدين لما المصل تيجي تعمل ريلاكسيشن تتهز كده كام هزه مثل البندول، وبعدين تركز، يعني لما تيجي لما يبقى في هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا، واخد بال حضرتك، لما المصل بقى تيجي تعمل ريلاكسيشن تلاقيها ريلاكس زي حاجه ميته كده،
زي اي حاجه رميتها كده هو، فقبل بقى يعني علبه ولا صفيحه ولا كوره رميتها كده على الارض، فقبل ما تركز بتتنطط شويه. هنا نفس الحكايه، الليمب عمل كونتراكشن بالعافيه لان الريفلكس ويك، وبعدين عشان الهايبوتونيا المصل مرخرخه قوي، فراحت وهي عم تعمل ريلاكسيشن تتنطط شويه كده اهوت زي حركه البندول، وعشان كده يسموها بندولر، وبعدين تركز. فهيحصل فيه مرضين مهمين جدا اللي هو نيوسيريبيلر سندروم والكوريا. ايه هما دول؟ ما نعرفش لسه، لكن هناخدهم بعدين. بس تفتكر بقى انا هكتبهم تاني هناك على فكره، اقول لك ان هناك في بندر اني جيرك. يعني لما اجي لهم هقول برضه ماشي. فهنا تبص تلاقي الحكايه كلها ان العضله في الجيرك ويك difficult to elicit، مش سهل يعني، لازم تخبط تبقى جامده. وعند الريلاكسيشن يحصل ايه؟ فايبريشن في الليمب كده شويه قبل ما يركز. وطبعا ده عشان الهايبو ايه؟ تونيا. وده بلاقيهم في المرضين دول. فبرضه زي ما قلت لحضرتك من الحاجات اللي هي بتساعدني في الدياجنوزيس اوف سم ديزيزز. طيب نيجي على كلونس، حاله برضه وبتحصل كتير قوي في الابر موتور نيورون ليجن، ده يمكن من العلامات المميزه. الابر موتور نيورون ليجن ده زي ما هنجيله كده كمان شويه، نبص نلاقيه مميز بانه في ماسل سباستيستي او ريجيديتي، يعني العضلات متشنجه جدا، يعني في هايبرتونيا جامده. طبعا هنعرف الاسباب بقى بالتفصيل، احنا قلنا جوه اجزاء منها لكن بالتفصيل بقى ان شاء الله. فهنا لما تيجي تمسك الايه الرجل حضرتك قدامكم كده صوره كده مبسطه، وتيجي على الباتيلا، شايف الباتيلا، وتمسك العضله من فوق منها اللي هي الكوادريسبس يعني، وتروح بتروح ايه عامل بولينج داونوردز، عامل بولينج يعني تروح واخد الباتيلا دي وزايقها لقدام جامد قوي مع السهم كده. ايه بتبص تلاقي الكوادريسبس المصري دي قاعده تعمل كونتراكشن ثم ريلاكسيشن كونتراكشن، تقعد تهز كده كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن لفتره. وهنا نوع تاني اللي هو ده بيسموه طبعا ايه باتيلر كلونس او انكل او ني كلونس. ماشي ماشي. التاني بقى اللي هو الانكل كلونس ده، تعال امسك الايه الفوت واعمل سادن دورسي فليكش، شايف السهم، اعمل سادن دورسي فليكش، انت ماسك الرجل اهو بايدك وبعدين اعمل سادن دورسي فليكش، تلاقي الفوت عمال ايه يتهز كده، دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن، دورسي فليكشن بلانتر فليكشن، دورسي فليكشن بلانتر فليكشن. فسموا الحكايه دي ايه، يسموها ايه كولونس. هنقول السبب دلوقتي، لكن زي ما شفت اولا عباره عن ايه، يلا alternating rhythmic contraction relaxation of a muscle in response to sudden maintained ايه stretch. وادي نوعين اهو، الني او باتيلر كولونس والتاني الانكل. تمام. قلنا مميزه جدا للحالات اللي فيها سباستيسي وبالذات في الابر موتور نيورون ايه ليجن. وبعدين عرفنا ازاي نعمل النيجر، وعرفنا ازاي نعمل اسف الني كلونس، وعرفنا ازاي نعمل انكل ايه كلونس. ايه الحكايه؟ هي برضو تبع اللي قلناه في هذه الامراض، في هذا المرض بالذات اللي هو الابر موتور ليجن ده، بيبقى في حاله فاسيليتيشن عند الايه السباينال سنترز، يعني السباينال سنترز ايه اكزايتابيلتي عاليه جدا، عشان كده في هايبرتونيا وفي هايبر ريفلكسيا. امال ايه؟ فلما تيجي تعمل انت كده فهيبتدي الرياكشن يحصل كالاتي. سيادتك دلوقتي لما تيجي هنا وتعمل استريتش كده هيحصل استريتش ريفلكس، صح؟ فكر طبعا الكوادريسيت هتتشد تقوم تعمل كونتراكشن. طب لما تعمل كونتراكشن لما تعمل ايه؟ كونتراكشن. الله، طب ما هتشد على التندون يشتغل البولجي.
يقوم يعمل انهبيشن، او تبقى المصل ريلاكسد. خد بالك انت ايه، انت عامل كولينج على طول، او يعني عامل الضغط بتاعك طوال، ما شلتش ايدك، لكن العضله تحت ايدك تحت منك عماله تترعش، كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن، واخد بالك؟ وهنا تلاقي الرجل عماله تهز شمال يمين كده اهو، واخد بالك ازاي؟ وطبعا العضله اللي هتشد هنا اللي هو الجاسترو ايه؟ نيميس هنا، او الكاف ماسلز طبعا. المهم ان حصل هنا ايه؟ حصل تبادل ستريتش ريفلكس ورا منه انفرس ستريتش ريفلكس، تبادل. ها واحد عمل كونتراكشن والتاني عمل ريلاكسيشن، فابتدت الحركه اللي قلنا عليها اللي هي alternating rhythmic contractions and relaxation of a muscle in response to sudden maintained، انا ما شلتش ايدي استريتش. وده كلام يعني سهل قوي، لما انت عملت بولي، عملت البولينج بالباتيلا اللي تحت اهو، المصل حصل لها استريتش، وحصل استريتش ريفلكس يعني كونتراكشن. طب ولما حصل فيها كونتراكشن شدت على التندون، ها، او حصل انفيرس استريتش ريفلكس وبقت ريلاكس، وهكذا. ده في حاجه تانيه بتحصل كمان، ان انت دلوقتي لما حصل استريتش ريفلكس والمصل اسرت، يعني حصل فيها كونتراكشن، مش كده ولا ايه؟ فطبعا مصل السلندر مش هيبعت، مش هيبعت امبلس. طب انت لسه عامل ايه؟ الضغط بتاعك. فبعد ما يحصل الاستريتش ريفلكس العضله بتبقى ريلاكسد، انت لسه شادد، هيبعت امبلس ويعمل كونتراكشن تاني. يعني يبقى هنا قال لك من غير تدخل للانفيرس ستريتش كل العوامل شغاله الحقيقه. نشوف مع بعض بيقول ايه الكلام الاساسي، يعني result of stretch reflex inverse stretch reflex sequence ورا بعضيهم which occurs as follows: the sudden stretch result in strong contraction through the stretch reflex. تمام. This is followed، انت متخيل ماشيين ازاي؟ حصل بقى ايه؟ contraction. This is followed by ايه؟ ها؟ relaxation due to stoppage of discharge of impulse from the muscle spindle، ومعاها initiation of inverse stretch reflex due to stimulation of the Golgi tendon organ. فبعد حضرتك ما حصل contraction، الجولجي تندر هيتشد والمصل سبيندل طبعا مش هتبعت، هيحصل ريلاكسيشن. طيب as stretch is maintained and new stretch reflex is initiated والسايكل بتتعاد تاني بالشكل ده. فسميت ايه يا باشا؟ سميت ايه؟ كولونس، واخد بال حضرتك؟ وعرفنا النوعين بتوعهم ايه. نيجي على الهاير كنترول اوف ذا ستريتش ريفلكس او المصل تون، اللي هو سوبرا سباينال موديوليشن. شوف كلام قلناه قبل كده، ان وريتها لكم في الاول خالص لما كنا بنتكلم على اول ستريتش ريفلكس ده، انا قلت لك ده موال كبير، هذا احنا شغالين اهو. ان في ارياس تعمل له فاسيليتيشن واريا تعمل له انهبيشن، ارياس تعمل له فاسيليتيشن واريا تعمل له انهبيشن. والتاثير هنا طبعا وريتها لكم انا، ان انا في اول صوره في الاستريتش ريفلكس ان في ديسندنج امبلسز من فوق نازله من الهاير سنترز، ودول بيشتغلوا على الجاما موتور ويشتغلوا على الالفا موتور، بس على الجاما موتور اكتر. يعني بيشتغلوا على الانتير هورن سيلز كلها، لكن بصفه خاصه الجاما موتور. تقول لي طب والجاما موتور ماله؟ ماله؟ ده هو اللي بيدي المصل سبيندل، ده الجاما موتور ده هو اللي بيشغل المصل سبيندل. يقوم المصل سبيندل لما يبقى ستريتشد يقوم يبعت امباس للسباينال كورد، الالفا موتور نيورون ترجع له افرن تعمل له كونتراكشن، يعني هو بيعمل ستريتش ريفلكس اخر. انا قلت لحضرتك المصل سبيندل ممكن نشغله بطريقتين، المصل سبيندل ممكن نشغله بطريقتين، ارجو تكون فاكر ايه هم. اعمل استريتش للمصل شده، ادي دايركت على طول. والطريقه الثانيه اللي تشغل بيها المصل سبيندل ان انت تعمل استيبيشن للجاما افرنت ده، لان جاما افرنت هيعمل استريتش في المصل سبيندل، بس بطريقه مش مباشره، مش عن طريق
الاكزامينر يعني او انا اللي شديتها، لا. فاذا الكنترول غالبا على الجاما موتور اي نيورون، لكن ايضا برضو على الالفا موتور نيورون. نشوف مع بعض السوبرا سبانال فاسيليتاتور ايريا اللي تساعد الريفلكس وتخليه سريع وحساس جدا. نشوفهم مين الاول وبعد كده نرصهم. واحد فاسيليتاتوري ريتيكولار اي فورميشن، ذا برايمري كورتيكال موتور ايريا اسمها ايريا 4، ذا فيستيبولار نيوكلياي في البرين ستيم، كوديت نيوكلياس والنيو سيريبيلا. الارياز دي كلها بتبعت امبلس تعمل فاسيليتيشن. التيكر فورميشن ده اكتيف اريا يعني شغاله لوحدها كده. لما نيجي هنا على الانهبيتوري، ما في انهبيتوري برضه، ده مش ده ان اكتيف، ده لازم حاجه تشغله، لكن اللي فوق ده اكتيف لوحده اللي هو الفاسيليتاتوري ده. وكمان يجي لهم الارياز الثانيه تتعمل ستيميليشن برضه. ماشي. discharge spontaneous by intrinsic A activity present اساسا في البونس ونازل منه تراكت، هيبقى اسمها ايه؟ ها؟ ventral reticular spinal tract. ماشي. ده هينزل منه lateral spinal tract بتاع ده، lateral reticular spinal tract. معلش يعني ما خد بالك لما نيجي لها في الرؤية يعني. و وفاسيليتيت ريستريشن ريفلكس باي باي ايه؟ activating the gamma motor neurons. ماشي. الاريا الثانيه من فوق خالص من السيريبر كورتكس اللي تبعت التراكت اللي هي اسمها كورتيكو سباينال تراكت او بيراميدال تراكت، ها؟ دي بتنزل امبلس اللي بتوصل اساسا عند الالفا موتور، ها؟ وتعمل لها فاسيليتيشن. الفيستيبولار نيوكلياي بينزل منها تراكت اسمها فيستيبولو سباينال تراكت وبرضه بتروح على الالفا ايه؟ موتور، وتعمل لها فاسيليتيشن. الكوديت والنيو سيربيلر دول ما لهمش اتصال مباشر بالسبانال كورد، دول يبعتوا على البرين ستيم يشغلوا الفاسيليتيشن وتكرر ايه فورميشن اللي هو ده. كوديت دي جزء من البيزل جانجليا، بيزل جانجليا جت سيرتها قبل كده، يعني هي بتخض كده، لكن هي شويه كوليكشنز اوف نيرف سيلز عاملين نيوكلياي تحت الكورتكس على طول. كوديت نيوكلياس، لينتي فورم نيوكلياس، مش عارف ايه، ها كلام يعني مش حكايه، ما تخضش. فيا الكوديت ديت انها بتبعت ايه بس ممكن تعمل فاسيليتيشن، والسيريبيلم بجزء منه اسمه نيو سيريبيلم بيعمل فاسيليتيشن. طب ازاي؟ ما هم دول بيبعتوا على سبانال كورد؟ لا، لكن هم يعملوا ستيميليشن لمين يا كابتن؟ ها؟ ستيميليشن للفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن. وعلى فكره البرايمري موتور ايه برضه بتديله بتشغله، والفيستيبلر برضه بتشغله، كله جابلك يعني، يعني كله ايه بيساعد، لكن الفيستيبلر والكورتيكو سباينال تراكت اللي جايه من اي 4 دي، دول بيروح على الالفا مباشره في السكه بيشغلوا برضه مين؟ الفاسيليتيشن. هذه الاماكن تعمل فاسيليتيشن. فاللي بيعملوا انهبيشن بقى، يلا مع بعضينا كده يعملوا ايه؟ انهبيشن. واحد مين انهبيتوري ريتيكولار فورميشن، الله قلت له فورميشن في امار فيك فاسيليتيشن انهبيتوري، وده اصغر جدا من الثاني. وان اكتف، ان اكتف يعني بمعنى ان لازم يجي له امباس من الحته الثانيه تعمل له ستيميليشن عشان يشتغل يعني. وموجود اكتر في المظله الثانيه، وكان موجود فين؟ في البونز. ده لو سالني على ريتيكولار فورميشن. واكتيفيتد باي سيجنالز فروم اذر انهبيتوري ارياز. لانه هو لوحده كده ان اكتف. وبيأثر ازاي على السباينال سنترز؟ بيبعت تراكت اسمها ايه؟ لاترال ريتيكيولو سباينال تراكت. التاني كان بيجيب تراكت اسمها ايه بتاع الفاسيليتيشن، ها؟